اكدت هيئه الاوراق الماليه ان نسخه تعليمات ضريبه المتاجره بالاسهم التي اعدتها دائره ضريبه الدخل والمبيعات صعبه التطبيق وتفتح الباب امام التهرب الضريبي. وبموجب التعليمات فان ارباح المتاجره بالاسهم تكون خاضعه اذا تمت عمليات الشراء والبيع لها خلال فتره قصيره، وفي حال كانت قيمتها اقل من الاعفاءات الشخصيه والعائليه فان المتاجر بالاسهم لا يدفع ضريبه. رئيس هيئه الاوراق الماليه محمد الحوراني قال ان صعوبه تطبيق التعليمات المقترحه ياتي بسبب أن التعامل بالأسهم يحمل تفاصيل وتعقيدات فنية مختلفة عن تلك المتعلقة بالمعاملات الناتجة عن المتاجرة والمعاملات بين التاجر والزبون، وأضاف في بيان صحفي عقب اجتماع لبحث التعليمات أن عملية التحصيل سوف تتطلب إمكانات وأعباء إضافية على المكلفين والوسطاء الماليين ولن يكون باستطاعة العديد منهم توفيرها خاصة في هذه الظروف، كما سيفتح الباب أمام التهرب الضريبي جاءت تعديلات القانون لمنعه من جهه اخرى اقترح ممثلون عن الوسطاء والمستثمرين بان يتم فرض او فرض ضريبه او رسم ثابت مقطوع على المتاجره بالاسهم لسهوله التطبيق والتحصيل وللتخفيف من الاثار السلبيه على السوق الى الحد الادنى في حين وعد مدير الضريبه بدراسه هذه المقترحات